على الوجوه الهدوء، وخلال حصص التدريب يوزعون الابتسامات، لكن الواقع هو أن الشد بانتظار لقاء الحسم بلغ أقصاه. فرسان الأخضر ينتظرون محاربي الساموراي. ميدان المواجهة هو ملعب الجوهرة. هي الجولة الأخيرة. الساموراي تأهلوا إلى المونديال بالفعل، لكنه شرف المحارب سيجعلهم يخوضوا اللقاء وكأنه مباراة مصيرية. فازوا بأريحية على كناجري أستراليا في الجولة السابقة، تصدروا المجموعة وحجزوا البطاقة إلى العرس العالمي. فرسان الأخضر خسروا أمام عيال زايد في الجولة السابقة، ربما بسبب المدرب أو أن الفرسان ترجلوا قبل الأوان. لا نية لمنتخب السعودية في خوض ملحق، فحتى تحقيق نتيجة سلبية لن يقضي على أمالهم تماما. الهدف هو إذاقة محاربي الساموراي طعم الهزيمة والتأهل بحجز بطاقة المركز الثاني في المجموعة. الأرض مع فرسان الأخضر، والتاريخ بل حتى طقس مدينة جدة سيجعل حياة اليابانيين مستحيلة. رطوبة قاسية وحر ينوء له كل زائر. فرسان السعودية متعادلون في النقاط مع كناجري أستراليا. الفرسان متقدمون بهدفين، لكن نتيجة المواجهات المباشرة تصب لصالح الأستراليين. الكناجر سيسعون إلى أن يكونوا مضيفين ثقلاء بتايلاندا. غرضهم هو إمطار منتخب الأفيال بالأهداف. مصير الأخضر بيده، الجماهير خلفه،